السلام الخوت، تمنى تكونوا بخير. معكم ياسر في بلوج جديد. يلا فقت الخوت دابا شويه، تكون شي 11 ديال الصباح، تقريبا 11 ديال الصباح. اليوم ان شاء الله تعيشوا معايا النهار ديال رمضان، كيفاش كندوزو، كيفاش كنوجد الوجبات ديالي. ياسين شنو كتاكل في رمضان؟ اليوم نوريكم شنو كناكل، معاش كناكل، كيفاش كنطيب. اليوم ديال الطياب، اليوم ديال الكوزينه، ما فيه لا لونطريمون لا والو. باغينا كيفاش تاكلو، كيفاش تكبرو، كيفاش تحافظوا على المسكن. ودابا كان عجبني الجو زوين، طلعت اول حاجه بديت فيها هي نبدا الفلوغ من السطح، نوريكم الجو اللي كاين. واحد الحراره كاينه البارح واليوم يا ربي تلطف بينا. نوريكم الجليسه اللي مصيب خوت. اي جلسه اللي درت، شديت زربيه حطيتها، شديت مخده تاعي حطيتها، وارك النعاس كنبقى خالق انا في السطح. تكيجي الفطور، حيت ما عندك فين تمشي مع هاد الكونفينمون، إما عندك تصح إما تخشى في شي فيد. هاد مكان الخوت، رمضان مبارك، وخليكم مع الوجبات. خوت ثلاثة الحوايج اللي غنركز عليهم في الوجبات: سورس ديال البروتين، سورس ديال الكارب، وسورس ديال اللي فيبق. الدهون ضروري غادي ندخلوهم. نقول لكم شحال من العباره غادي بالروز في رمضان الخوت. طلعت الكارب مزيان، نتوما عارفيني كنت كنريجيمي ملي دخل رمضان، مابقيتش داير لي ريجيم لا والو. غادي ب 400 غرام ديال سورس ديال الروز، وانا من داك النوع الخوت اللي كيدخل الكارب كيدخل من الروز، ما كنبغي ندخلهم من البطاطا لا من لي بات لا والو. نتوما عندكم اختيارات، دخلوهم من البطاطا، لي بات، اي سورس بغيتو. انا الروز دغيا كيدوز ليا، وباش كنكمل به الاحتياجات ديالي كندير 400 غرام منه، وكنمشي ب 500 غرام سورس ديال الكفته، سوسيس ديال الدجاج، اي لعيبه. دابا انا عندي في بريود ديال لاماس كندخلها، ما عنديش المشكل. المهم نعبروا دابا الروز، ندير 400 غرام، وهنا تقريبا عندي السوسيس وعندي الكفته، عندي 500 غرام وشي لعيبه. داكشي لعيبه ماشي مشكل. قسما بالله ملي كنكمل 400 غرام ديال الروز حتى كيغفر لي الله الذنوب. ما راه واحد باش تكمل 400 غرام من الفطور تقريبا حتى لقبر السحور بوجبه راه ميمكنش، راه صعيبه بزاف. ولكن حتى حاجه ما صعيبه الا كنتي باغي توصل لشي هدف. وانا من داك النوع ديال اللي كيدخل رمضان كنبقى محافظ على الوجبات ديالي الماكس. مره كنغلط، ولكن كنحاول نغلط مره ولا جوج ولا ثلاثه في رمضان كامل، ولكن راه ماشي نغلط 30 يوم في رمضان راه ما نقدرش. احسن حاجه بقى محافظ على الوجبات ديالك، عرف شنو كتدخل الجسم ديالك. نقول لكم علاش الخوت، حيت الا تهلاتي في الجسم ديالك حتى هو غادي يعطيك واحد الريزلطه اللي زوينه بزاف، وغادي يتهلا فيك. خوت غادي ندير الماء سخون باش نحط فيه الروز يتسلق. انا من داك النوع اللي كيفيق بكري، كنحاول نصوب الوجبات ديالي حيت الوجبات ديالي هما اللي كيديروا ليا عرقاله. كنصوب الوجبات ديالي كنقادهم، حتى كنت باغي تشوف هاد الرياضه مزيان. اهم حاجه هي ترتب الحياه ديالك وترتب الماكله ديالك، خاصها تكون منظمه. وقت للروز راه كيطيب، ما خاطناش نبقاو جالسين. المهم غنشد هاد الكفته ونشد السوسيس، غادي نطيبهم في الفران باش يكون كلشي صحي، ماكله مليون في المية صحيه. وهذا ما كان غادي نشد خوت، كندير شويه زيت في المقله. بعد كشتو الكفته حط
يا اخوت كنحطوا الكفته كنحطوا السوسيس غادي دابا خشيو في الفران يطيبوا على راحتهم ونوريكم كيفاش كننقي الخيار كيفاش كننقي المطيشه وخليكم معايا. من بعد ما خشيت لعيبات في الفران المهم خلت في قضيه شي لعيبه اشد الخيار وقطع شي وحيده خوت عندي الخص خيار مطيشة هادشي باش ميخسرش غنخليه في التلاجة هما خوت الكفتة صوص سرطاو تقريبا واحد مكيناش تاع 20 دقيقة ربع ساعة بحال هكا خوت كلشي موجود عندي 400 غرام ديال الروز طابت ناضية 500 غرام كفتة وصوصيس وعندي هنا خاص مطيشة خيار هادو هما الوجبات اللي كنركز عليهم 30 يوم ومرة مرة كيف قلت لكم مرة مرة الا خربقت ماشي مشكل ماشي تخربق 30 يوم هادشي غادي نحاول نقسمو على المورا فطور الوجبة ديال الفطور الوجبة ديال مورا الفطور ان شاء الله وبالنسبة للوطري مورا كنتريني مورا فطور مع ديك العشرة كنفطرو مع ديك السبعة وربع كنتريني مع العشرة المهم نفرق الوجبات ونعطيكم كل وحدة مع شكون ناكل ان شاء الله اول حاجة نبدا ان شاء الله اي وحده اللي غادي نبغي ناكلها نبغي لكم الوقت معاش تخليو ديال الوقت ما بين وجبه وجبه وهذا ما كان اخوت ونتلاقاو مع الفطور ان شاء الله اللي نبغي نقصي اول وجبه وصل الوقت الفطور دابا اول وجبه عندي من بعد ما اذن الحمد لله اول حاجه كنبدا بها هي كناخذ ثلاثه ديال التمرات
اول حاجه كنبدا بها بالفطور ثلاث تمرات، وكناخذ سكوب ديال لاواي من بعد واحد نص ساعه تقريبا بما صليت بما تهضمات ديال لاواي تقريبا 20 دقيقه نص ساعه عاش كنبدا الوجبه ديالي. ونوريكم اول وجبه شنو فيها ان شاء الله. بالنسبه اللي ما عندهمش لاواي الخوت يقدر ياخذ غير ثلاث تمرات على حسب هو تياكل، ياخذ حتى سبعه تمرات ما كاينش المشكل. انا التمر الصراحه ما عنديش معاه بزاف، ولكن كنحاول اخذ ثلاث تمرات. من بعد ما صليت الله يقبل لينا وليكم الخوت، عندي اول وجبه هي مع 8 لاروب، عندي فيها السوسيس وعندي فيها الروز، كنزيد عليها شويه ديال الشلاضه، عندي الخس الخيار ومطيشه. ناخذ هذه الوجبه ونتلاقاو في ثاني وجبه نقول لكم معاش الوقت. من بعد ما كنتريني مع العشرة ديك 11 ونص تقريبا كنضرب ثاني وجبه. شنو عندي؟ عندي الروز وعندي السوسيس وغادي نزيد عليهم شلاضه الخس والخيار ومطيشه. كنبقى نعاود في الوجبات، حاول تاخذ الماكس ديال الماكله النقيه، تقدر تزيد الطون تزيد لادان بلا السوسيس بلا الكفته ما كاينش المشكل. وكنحاول كل ساعتين تقريبا ناكل، وانتم عارفيني كنتريني مورا فطور، واحسن وقت اللي تريني فيه هو العشرة ديال الليل. غتبقى عندي وجبه اخرى غادي ناخذها مع الوحده ديال الصباح، يبقى لي فيها الروز بوحدو والوجبه الاخر ديال السحور. نوريكم شنو كناخذ في السحور ديالي ونتلاقاو مع الوجبه ديال السحور. خوت دابا 3 وتولود ديال الصباح، نوريكم الوجبه ديال السحور اللي عندي اللي كنمشي بها هاد الايامات، وتقريبا من خرمناها كنمشي بها. هي عندي هنا الريب، جبانه ديال الريب كيف شفتو. بغيت ندخل سورس ديال البروتين اللي الامتصاص ديالو كيكون بطيء والهضم ديالو كيكون بطيء، وكندخل سورس ديال الكارب هو من بنانه. كناخذ جبانيه ديال الريب وبنانه، هذا هو السحور ديالي اللي كيكون، هذا هو السحور خفيف الظريف ديالنا. والمهم كيفاش عشتو معايا النهار، كيفاش كندوزو، كيفاش كناكل، رشتو الخوت الحياه ديال واحد رياضي كيبقى يحاول الماكس 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 باش يبقى محافظ على الوجبات، يبقى محافظ على الروتين باش يتريني. وهذا ما كان ديما الموتيفاسيون الخوت. نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ وعشتوا معايا النهار ديالي، كتبوا لي في الكومونتير شنو بغيتوا المواضيع اللي ندوي عليهم. نرجع للموتيفاسيون اللي كانت عندي شحال ديال الفيديوهات، غادي نسطع لكم راسكم فيديوهات غير نتوما يعطوني لي زيدي اللي نبدا عليهم فيديوهات جايه ان شاء الله. وما تنساش تخلي افوني، كتب لي كومونتير ودير جيم، ولا عجبك الفلوغ بارطاجيه مع صاحبك.